مرحبا، حلقة جديدة من برنامج أخبار الصباح. اليوم الخميس 3 أيلول، وبحلقتنا اليوم بلدة بترومين الكورة دخلت المستقبل من خلال فرز النفايات، محطة من المنية اللي شهدت على مهرجانها الأول. أما ضيوفنا لليوم فهن زيد حمزة رئيس ملتقى الخير والتنمية في عكار لنحكي عن معرض للتوظيف بمنطقة عكار، وزينة رمال فنانة تشكيلية ومهندسة ديكور لنحكي معها عن آخر أعمالها. مثل العادة اتصال بأول الحلقة منعرف من خلاله آخر أخبار الطقس من مصلحة الأرصاد الجوية. معنا مدام منى عمر، صباح الخير. صباح النور، كيفك مدام؟ تمام الحمد لله، كيفك؟ أهلا وسهلا فيك، تفضلي. الحالة العامة هو طقس صيفي معتدل مستقر بيسيطر على الحوض الشرقي المتوسط. اليوم رح يكون غائم جزئيا إلى غائم دون تعديل يذكر على درجات الحرارة. نعم. بكرة غائم جزئيا كمان إلى غائم مع ضباب على المرتفعات، في انخفاض بدرجات الحرارة على الجبال وبالداخل. السبت غائم جزئيا مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة. نعم. اليوم الحرارة على الساحل رح تكون بين 24 و 33، على الجبل من 19 ل 27، الأرز من 17 ل 23، وبالبقعة من 18 ل 39. ريح سطحية رح تكون جنوبية غربية سرعتها بين 10 و 30 كم/ساعة، الرؤية جيدة إجمالا، الرطوبة النسبية على الساحل بين 45 و 75%، البحر معتدل وحرارة المي 29 درجة. كأنه انخفضت الرطوبة كمان. يعني من يومين كأنه انخفضت، كانت عم توصل لل 85 قبل. امبارح كمان كانت شوي عالية يعني. هلا مفروض تنزل. طيب مدام عم ينحكى انه بالاسبوع اللي جاي رح نشهد على ارتفاع كتير ملحوظ بدرجات الحرارة، قديش هالشي مظبوط؟ هلا ما مبين شيء يعني، مبدئيا هالثلاث ايام هيدا الطقس اللي مبين حاليا يعني، ما مبين شيء الاسبوع اللي جاي على الجبال وبالبقعة. نعم، شكرا لك مدام منى عمر، يعطيك العافية. الله معك. رح ننتقل إلى الأخبار السياسية وعناوين الصحف مع جوال. مرحبا. صباح الخير جوال، وصباح الخير لكل اللي عم يتابعونا. مثل العادة جولة سريعة على عناوين الصحف الصادرة لليوم الخميس 3 أيلول. البداية مع صحيفة النهار، تشجيع دولي لقطاع علماني عابر للطوائف، المشنوق للنهار، هناك من يدفع إلى الدم. شهيب يشرك التحرك في وضع تصور لحل النفايات. تحصينات حديد حول مجلس النواب استعدادا لجولات الحوار. ضمن محليات النهار، عندما يلتقي التيار والقوات على النسبية. اعتصام في تسعة لمطالبة المتحاورين بالسلسلة. مفوضية الأمم المتحدة للنهار، يجب محاسبة تجار البشر. ختام مع عناوين النهار، أوباما يضمن دعما ديمقراطيا كافيا لإقرار الاتفاق مع إيران. من النهار بتابع جولتنا مع عناوين صحيفة السفير، الحراك أمام تحدي الوحدة أو الانقسام، السلطة مطالبة بالتقاط رسالة الشارع المتدحرجة قبل فوات الأوان. مجلس الأمن يؤكد دعمه للحكومة ويدعو إلى انتخاب رئيس جديد. داعش وسيناء الشام، هل يقرب الخطر بين سوريا ومصر؟ كاري دول في المنطقة قد ترسل قوات إلى سوريا. وختاما، إسرائيل مناورة بحرية لحماية منصات الغاز. نستفير إلى عناوين الحياة، الملك سلمان في واشنطن اليوم لتعزيز العلاقات. دعوات إلى ضبط الوضع الأمني في عدن، تفجير مسجد للزيديين في صنعاء يوقع عشرات القتلى والجرحى. مجلس الأمن قلق على استقرار لبنان. عجز أوروبي أمام مآسي المهاجرين، وهنا عم نشوف الصورة يلي هزت العالم لطفل نائم مستلقي على الشاطئ وكأنه نايم، وهو مات غرقا ولفظته المياه قرب مدينة بودروم التركية. أيضا ضمن عناوين الحياة، أوباما يضمن تمرير الاتفاق النووي، كاري يعتبر إسقاطه تدميرا ذاتيا لصدقية واشنطن. وختاما، مجلس الأمن قلق على استقرار لبنان. جولتنا متابعة مع عناوين صحيفة المستقبل، عون يسابق الحوار، قطع طريق بعبدة.
سلام يصر على تحرير مرسوم أموال الخليوي، وخليل يعد مرسوم أموال الثابت. موت على موج، العنوان العريض لليوم بالمستقبل، وهيدي الصورة مكررة بغالبية الصحف. أيضا ضمن عناوين المستقبل، الكويت العثور على أسلحة في حاوية قمامة. كاري دول في المنطقة سترسل قوات برية إلى سوريا. أوباما ينال دعما كافيا في مجلس الشيوخ للاتفاق النووي. وختاما، خطف أتراك في بغداد ببصمات ميليشيا موالية لإيران. من المستقبل إلى الأنوار، وزير الداخلية: سنتصدى بالقوة لمحاولة احتلال أي مقر رسمي. أطفال بين الغرق من النازحين السوريين. كم كان الوزير المدلل وفر علينا جميعا لو. عشرة قتلى بانفجار سيارة في اللاذقية، وقتيلان بقذائف في دمشق. السيسي أجرى محادثات مع الرئيس الصيني. أيضا ضمن الأنوار، الخلاف على الصندوق السيادي الليبي أمام محاكم لندن. أنباء من اليمن عن إصابة صالح بجلطة دماغية. وختاما، كتب لليوم رفيق خوري ضمن افتتاحية الأنوار: اللا أمن في المنطقة يفرض أمن لبنان. من الأنوار إلى عناوين صحيفة اللواء: حوار الإنقاذ، ملء الشغور الرئاسي أو تقطيع الوقت. المشنوق يعلن منع احتلال الوزارات، والرابي تتهم فلتمان بالسعي لإبعاد عون عن الرئاسة. واشنطن بوست: حملة سرية أمريكية تستهدف قادة داعش بسوريا. عشرة قتلى بانفجار سيارة باللاذقية، وتجدد القصف على دمشق. 100 مهاجر كل ساعة إلى ألمانيا، ومنطقة شنغان انهارت. مأساة جديدة للاجئين السوريين على السواحل التركية. أوباما يحظى بدعم مجلس الشيوخ لاتفاق إيران النووي. وختاما، كتب لليوم المحامي محمد أمين الدعوق: عندما تصبح النفايات انذارا معجل التنفيذ. تابع جولتنا مع عناوين صحيفة البلد، والعنوان العريض لليوم: حل للنفايات الجمعة، والمشنوق يلوح بالقوة. الرابي تبدد هاجسها العددي بخلية نحل لا سلكية. الشارع يحاسب، والأجندات خارجية. الجزر الأمنية تتسع، والهوة بين السلطة والمواطن أيضا. أيضا بعناوين البلد: تفجير دام في اللاذقية، ومأساة المهاجرين مستمرة. وختاما، هجومان انتحاريان على مسجد في صنعاء. بترجم العناوين صحيفة ذا ديلي ستار، والعنوان العريض لليوم: صورة صادمة تؤكد فشل العالم في الملف السوري. وهون طبعا عم إشارة للصورة نفسها لطفل سوري وقع ضحية الموج والسفن الغارقة. 12 قتيلا من ضمنهم 5 أطفال في غرق قارب أثناء محاولتهم الوصول إلى كوس. بري الحوار هو الفرصة الأخيرة لحل الأزمة. وختاما، الباروك تعرض أعمالا تجذب السواح. أيضا بترجم العناوين صحيفة لوريان لوجور: شهيب يعمل لإيجاد حل سريع لملف النفايات. مجلس الوزراء قد يعقد اجتماعا استثنائيا هذا الأسبوع. عناصر من الجيش متهمين بالاستخدام المفرط للقوة، وسيمثلون أمام المجلس التأديبي. وختاما، الصورة الرئيسية ومثل ما عم نقول بكل الصحف انعادت على ضفاف اللا إنسانية. تابع جولتنا مع عناوين صحيفة الشرق: 146 جريحا من قوى الأمن، و100 من المتظاهرين. المشنوق: أي اعتداء على مؤسسة عامة سيحسم بالقوة. سعد الحريري: لا علاقة لقطر بحوادث لبنان. هيئة التنسيق: اعتصام الأربعاء لتحريك السلسلة. التيار الحر إلى الشارع ولو وحيدا.
أيضا بالشرق النصاب لم يكتمل والجلسة 29 إلى 30 الجاري. دواعش على أبواب أوروبا. التحالف يدك مواقع أنصار الله قرب صنعاء. عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى. وختاما ضمن رأي الشرق لليوم كتب عون الكعكي ارحل. من الشرق إلى الشرق الأوسط، القمة السعودية الأمريكية تبحث دعم الخليج في مواجهة إيران. كاري ستشهد خططا لإبرام عقود أمنية جديدة، وطهران ستندم إذا لم تنفذ الاتفاق النووي. المبعوث الدولي يعود إلى الرياض. معارك تعز تشتعل، وقيادات كبيرة في مأرب تتخلى عن صالح. انفجار في معاقل الأسد يخلف 10 قتلى. الفرقة 30 المدربة أمريكيا تطلق عملياتها ضد داعش وتسوي الخلاف مع النصرة. تابع جولتنا مع عناوين صحيفة الأخبار. علاج المطامر بالتراضي. خلافات تربك الحراك. طلعت ريحتكن ترفض إطار التنسيق الموحد. وختاما البحر وسادة. ختام جولتنا مثل العادة بيكون مع عناوين صحيفة الجمهورية، والعنوان العريض لليوم التيار لا نسابق أحدا على الأرض. عكار ترفض المقايضة، فهل تشتعل النفايات وتشعل لبنان؟ عشرات القتلى والجرحى بانفجار في اللاذقية. أوباما ينال دعما كافيا في مجلس الشيوخ لإقرار الاتفاق النووي. وختاما الصورة الرئيسية حملت عنوان ساحة النجم تستعد للحوار. مع الصورة منكون وصلنا لختام جولتنا على الصحف. فاصل أول بحلقتنا، من بعد أبرز المواعيد السقفية مع جوال. أنا من الشباب على الظاهر، بس ما كان عندي.